الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حبس أنفاس حلف الناتو بأكمله، وذلك من خلال تحريك الأسلحة النووية التكتيكية تجاه حلف الشمال الأطلسي، وهذا جاء بشكل مثير خلال 48 ساعة الماضية من تصريحات قادمة من الرئيس الروسي بنفسه إلى تلفزيون روسيا 24، والتصريحات طبعا التي أدلاها إلى هذا التلفزيون وهذه المحطة الروسية المهمة ثبتت التصريحات طبعا وكالة تاس الروسية وأيضا وكالة رويترز، والذي قاله ببساطة بأننا اتخذنا قرارا بإرسال الأسلحة النووية التكتيكية الروسية إلى الداخل البيلاروسي، وأيضا في نفس الوقت بأننا أرسلنا منظومات إسكندر الصاروخية إلى داخل البيلاروسي والقادرة على حمل الأسلحة النووية التكتيكية، بالإضافة إلى ذلك بأننا قمنا أيضا بنشر 10 طائرات من الطائرات القادرة على عملية حمل هذه الأسلحة النووية التكتيكية، وقال بأنهم سيبدأون أيضا بتدريب البيلاروسيين على هذه الأسلحة النووية التي يتحدث عنها، وبأن هذا الأمر سيبدأ في 3 أبريل القادم، أي بما معنا بعد أسبوع من الآن. وأيضا قال بأن في 1 يوليو سيكون هنالك عملية إنهاء لبناء منشأة لتخزين هذه الأسلحة النووية التكتيكية في الداخل البيلاروسي، وهو باختصار هنا حول بيلاروسيا إلى دولة نووية، وهذا القرار هو يأتي بعد أيام من قرار رأيناه من قبل بريطانيا نفسها من وزيرة الدولة للمملكة المتحدة، وزيرة الدولة طبعا للدفاع في المملكة المتحدة البريطانية، هي بنفسها كانت قد تحدثت الأسبوع الماضي بأن بريطانيا سترسل دبابات تشالنجر 2 البريطانية، وسيرسلون معها أيضا قاذفات تحتوي أو تحمل مادة اليورانيوم المنظم، وبأن هنالك تطورا كبيرا في هذه المسألة البريطانية من دبابات تشالنجر وكذلك قذائف اليورانيوم المنظم التي نتحدث عنها اليوم. نشرت The Guardian البريطانية بأن روسيا قد أكملت كل التدريبات التي يحتاجها الأوكرانيين من أجل استخدام هذه الدبابات تشالنجر 2 البريطانية مع قذائف اليورانيوم، وبالتالي الأوكرانيين أصبحوا قادرين تماما على استخدام هذه الدبابات، وهذا يعني بأننا اقتربنا من موعد دخول هذه الدبابات وهذه الأسلحة التي توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بمجرد ما صدرت هذه الأخبار أثناء بريس كونفرنس أو مؤتمر صحفي مع طبعا الرئيس الصيني. بهذا الشكل تحدث عن هذه المسألة وقال إن دخلت قذائف اليورانيوم المنظم فإننا سنستخدم الأسلحة النووية في الداخل الأوكراني، وهو باختصار بالحركة التي قام بها الآن في بيلاروسيا وهذه التصريحات المثيرة للغاية، فهو هنا يقول لأوروبا لبريطانيا للناتو لأوكرانيا بأنني لست مستعدا فقط الآن لاستخدام الأسلحة النووية في الداخل الأوكراني إذا ما بدأتم باستخدام قذائف اليورانيوم، وإنما أيضا حولت بيلاروسيا إلى دولة نووية قادرة، وبأنني بتحويلي لبيلاروسيا إلى دولة نووية فإن هذا يعني بأنها ستفتح النار على 3 دول هي جزء طبعا كبير جدا من حلف الشمال الأطلسي، نتحدث عن بولندا وكذلك عن ليتوانيا وأيضا على لاتفيا، بهذا الشكل 3 دول هي أعضاء طبعا هذه الدول في حلف الناتو، وبالتالي أوسعت جبهة النووية معكم، وهذا مع العلم وقضية يعلمها الغرب تماما ويتحدث عنها دائما منذ سنين طوال بأن روسيا تحديدا وخاصة في هذه المنطقة التي ترونها وهي كالينينغراد كانت قد تحدث وتحدث الغرب بأن روسيا تخبئ أسلحة ذات قدرات أو صواريخ ذات قدرات نووية في كالينينغراد هنا، وتحدث أيضا علماء نوويين سابقا بأن خلال 7 سنوات الماضية بأن روسيا تطور منشأة لتخزين الأسلحة النووية في كالينينغراد، وبالتالي بولندا أصبحت هي وكذلك ليتوانيا ودول أوروبا بشكل عام تحت الضغط النووي الكبير الذي نراه الآن من قبل روسيا، توسيع للجبهة النووية بشكل كبير، وكذلك بأن بوتين هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة، فسبق وأن سمعنا عن الأسلحة النووية التكتيكية في
شبه جزيرة القرم عندما قال تهاجمون شبه جزيرة القرم وسنستخدم ضدكم الأسلحة النووية التكتيكية، بالإضافة إلى أنه عندما قام بإعلان ضم الأربعة مناطق أو الأقاليم المهمة ألا وهي خيرسون وزاباروجيا ولوغانسك ودانييتسك بعد عملية استفتاء وأعلن الحرب في تلك المناطق، كان قد تحدث الكريملين بأن هذه المناطق الآن هي أصبحت جزءا من المظلة النووية الروسية. أي تقدم أي ضغط سأستخدم الأسلحة النووية ضدكم. وعلينا لا ننسى أيضا قصة القنبلة القذرة التي اتهمت بها روسيا أوكرانيا، وأوكرانيا عادت واتهمت روسيا باستخدامها، وروايات كثيرة وقصص واتهامات كثيرة في المسائل النووية جعلتنا الآن مع هذا التطور الذي يأتي والذي من المفترض أن ينتهي في الأول من يوليو من عملية إنهاء بناء منشأة تخزين هذا للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، هو يعني بأن الأشهر القادمة 3 أشهر القادمة لن تكون سهلة أبدا. فأصبحت المسائل النووية كثيرة للغاية، وبأن أي سوء فهم بأي شكل من الأشكال سنكون أمام لحظات خطرة وأمام استخدام للأسلحة النووية، مما قد يتطور بسرعة إلى استخدام بشكل مفاجئ وبسرعة كبيرة إلى دخولنا في الحرب النووية بشكل لا يتصوره أحد. وطبعا هذا الأمر يعتبر خطيرا، لماذا؟ لأن علينا لا ننسى أن روسيا هي أكثر دولة تمتلك الرؤوس النووية الاستراتيجية والتكتيكية على مستوى العالم، حتى مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية كما تلاحظون بهذا الشكل. وهو هذا الأمر الذي جعل تماما بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا في 48 ساعة الماضية، جعل الحملة الدولية إلغاء الأسلحة النووية أن تندد، أن تنتقد تماما هذا القرار من بوتين، ووجدت بأننا قد ننزلق إلى الحرب النووية بسرعة في حالة أي سوء فهم أي سوء تفسير كما تحدثنا قبل قليل. طبعا هذا الأمر أشعل غضب الأوكرانيين والأوروبيين بشكل عام. بالنسبة للأوكرانيين طلبوا مباشرة وبشكل مباشر من فرنسا، من بريطانيا، من الولايات المتحدة الأمريكية، بل حتى أيضا من الصين بأن تفعلوا شيئا تجاه هذا الابتزاز النووي الروسي. هنالك خطر كبير يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحريك النووي بهذا الشكل، عليكم فعل شيء، بل إنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد وبهذه المطالبات، طالبوا أيضا بجلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي، يجب أن تنعقد هذه الجلسة الطارئة من أجل مناقشة خطورة ما ممكن أن يحدث إذا استمر بوتين في تحريك الأسلحة النووية التكتيكية طبعا إلى بيلاروسيا بهذه الطريقة. بل إن حتى مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ألا وهو جوزيف بوريل، هذا الرجل أيضا قال بأننا سنعاقب بيلاروسيا إذا قبلت بقدومي وبوصول الأسلحة النووية التكتيكية بحسب التصريحات التي جاءت من بوتين. نتمنى من بيلاروسيا أن لا تقبل مثل هذا التطور، لأن هذا التطور سيدخلنا في مشكلة، وبأنك ستتعرضين لعقوبات يا بيلاروسيا. وطبعا هذا لسبب مهم للغاية، بأن رغم الزيارة التي جاءت من الرئيس الصيني الأسبوع الماضي إلى روسيا التقى فيها فلاديمير بوتين، كان هنالك كلاما عن مسائل السلام وغيرها، وكان هنالك بيانا رحب به ورحبت به العديد من الأطراف حول المسائل النووية، صدر من الصين وصدر من روسيا بشكل مشترك، تحدث وطالب بشكل واضح بأن جميع الدول النووية يجب أن لا تنقل أسلحتها النووية إلى دول أخرى لتفادي أي حرب نووية. هذا الأمر تقريبا جاء قبل 7 أيام كما ترون، أو 6 أيام حتى، في 24 مارس، ولكن ها نحن قبل 48 ساعة من الآن فعلا اتخذ القرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحريك هذه الأسلحة، أي أنه العكس تماما مما صدر من هذا اللقاء المهم طبعا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس الصيني. مع ذلك وفي نفس الوقت فإن هنالك خبراء قللوا نوعا ما من خطورة ما جاء من بوتين هنا، تحديدا مثل هذه الشخصية التي ترونها ألا وهو هانس كريستنسن، وهو مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين، قال الآتي بعد بحث عن المنشأة النووية التي تحدث عنها بوتين والتي قال بأننا سنخزن فيها الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، وقال لقد ألقيت نظرة على بعض القواعد المحتملة ولا أرى أي شيء يشير إلى إنشاء موقع تخزين نووي. حتى أن غارديان البريطانية قالت بأن من الصعب أن نصدق ما قاله بوتين بأنه فعلا سيتم تطبيقه على الأرض. CNN الأمريكية أساسا قالت بأن بوتين يريد فقط إخافة أوروبا، إخافة العالم، وبأنه لا يريد استخدام أي أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال. وهذا ما قد يفسر الكلام الحذر أو الرد
نوعا ما الذي هو ليس تصعيدي أبدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، التي قالت بأن ليس لدينا أي مؤشرات بأن بوتين سيستخدم الأسلحة النووية، لا معلومات استخبارية لا مؤشرات ولا غيرها، ولسنا بحاجة لتغيير سياستنا النووية أو تحريك أيضا الأسلحة النووية بطريقة لا نريدها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا قلق من هذه المسألة التي جاءت بهذا الشكل. ولكن هذا الكلام وهذه التقارير طبعا هي قد تكون منطقية جدا مما رأيناه الآن، خاصة وأن المتحدث باسم دائرة حرس الحدود الأوكراني وهو أندري ديميشينكو، هذا الرجل اليوم كان قد تحدث بأن القوات الروسية الموجودة على الحدود أو في الداخل البيلاروسي على الحدود بين بيلاروسيا وبين أوكرانيا وصل عددهم وقل عددهم الآن ووصلوا إلى 4000 عنصر، وكنا الشهر الماضي أساسا بتصريحات أوكرانية أيضا قالت بأن عدد القوات الروسية الموجودة في بيلاروسيا وصل إلى 15000 عنصر، وهذا يعني بأننا خلال الشهر الماضي وخلال هذا الشهر كان هنالك انسحاب لتقريبا إلى 11000 جنديا من الجنود الروس، ولم يتبقى إلا فقط عدد قليل مثل 4000 عنصر فقط منهم من الموجودين من القوات الروسية، وهذا يعني بأن لا خطر أبدا على كييف الآن، وبأن مسألة الهجوم على كييف بمشاركة الروسية بيلاروسية أصبحت بعيدة كل البعد من الوصول إلى أي نتيجة. ولكن في نفس الوقت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعم أنسحب، نعم لن أهدد كييف، ولكنني سأحول بيلاروسيا إلى دولة نووية، وكما قالت CNN بأنه يريد إخافتنا وإخافة الناتو. وفعلا أن الأنباء الآن كلها تتحدث عن مسألة الحرب النووية، والعالم بدأ يركز كيف نتفادى الحرب النووية، كيف نواجه بوتين إذا ما استخدم الأسلحة النووية، وبالتالي هي أصبحت الخبر الرئيسي والخبر المهم، وأصبحت الأخبار التي تأتي هنا إلى شرق أوكرانيا باتجاه مثلا خيرسون، زاباروجيا، دانييتسك وكذلك لوغانسك، أصبحت الأخبار حولها هي أخبار ثانوية، أخبارا ليس مهمة، وهذا قد يتيح فرصة كبيرة جدا وجيدة جدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإكمال المهمة والسيطرة على الأقاليم التي يبحث عنها، وهي التي تعتبر النتيجة الأساسية التي يبحث عنها، في ظل أن العالم منشغل في المسألة النووية طبعا بشكل مباشر، وخاصة أن هنالك تطورا مهما يأتي في مدينة دانييتسك، وتحديدا بتصريحات كانت قادمة من قائد قوات فاغنر ألا وهو يفغيني بريغوشين، كان قبل 7 أيام أرسل رسالة إلى وزير الدفاع الروسي شويغو، وكان قد طلب منه مساعدة القوات الروسية في عملية تطويق مدينة باخموت، المساعدة على الأجنحة التي تحاصر هذه المدينة. وفعلا جاءت الأنباء يوم أمس في 24 ساعة الماضية، بريغوشين أكد بأن القوات الروسية ستساند قوات فاغنر والأجنحة الخاصة بها في مدينة باخموت، وهذا يعني أخبارا سيئة بالنسبة للقوات الأوكرانية التي لا تزال متمركزة في مدينة باخموت. طبعا فبريغوشين سبق من خلال طلبه لوزارة الدفاع الروسية قال بأن القوات الأوكرانية ستهاجم هذه الأجنحة من أجل عملية إلغاء أي فرصة لتطويق هذه المدينة، ولكن الآن بوجود القوات الروسية لمساندة قوات فاغنر التي تبحث عن عملية تطويق هذه المدينة، هي تعطي فرصة كبيرة لإغلاق هذه المنطقة تماما وسيطرة طبعا القوات الروسية بالتمام والكمال وإغلاق هذه المنطقة، مما سيجعل طبعا القوات الأوكرانية غير قادرة على تحقيق أي هجوم ناجح على الأجنحة وأضعافها من أجل الصمود في باخموت، وكذلك أيضا في نفس الوقت أن القوات الأوكرانية ستدخل في نقطة دفاعية والقوات الروسية مع فاغنر ستتقارب شيئا فشيئا بعد الكثير من النزاعات والجدالات التي رأيناها بين الطرفين. وطبعا الأمور في باخموت تسوء الآن بشكل كبير بحسب تفاصيل قد نشرت من قبل ساوث فرونت الروسي أو حتى الميليتري لاند أو حتى أيضا وورغونزو الروسي، كان قد تحدث عن تفاصيل مهمة بأن القوات الروسية الآن، وهنا الأهم بهذه القضية إذا ما ركزنا على مسألة المبنى الأساسي ألا وهو المبنى الحكومي الذي لا زالت سيطر عليه القوات الأوكرانية، هذا هو المبنى الحكومي الذي يعتبر الهدف الأساسي بالنسبة لقوات فاغنر. قوات فاغنر تحقق نتائجا كبيرة في هذه المدينة، فبحسب التفاصيل الأخيرة بحسب المصادر التي ذكرناها
القوات الروسية طبعا وصلت إلى هذا المصنع وسيطرت عليه بالكامل، وهو مصنع أزود بالكامل قد سيطروا عليه وأصبحوا قريبين أيضا من مطار أو من عفوا محطة القطار رقم واحد، قريبين للغاية، وأيضا أصبحوا قريبين من محطة القطار الثانية بهذا الشكل. ولكن محطة القطار رقم واحد هي التي تعتبر أساسا في عملية وصولهم إلى هذه المنطقة. أيضا يجب أن لا ننسى أن قوات فاغنر وصلت إلى نهر باخموتكا الذي ترونه هنا، بل إن الأنباء الأخيرة أيضا أكدت بأن قوات فاغنر قد عبرت إلى هذه المنطقة التي لا زالت هي تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ألا وهو موقف السيارات هنا بهذا الاتجاه، أن هنالك صراعا كبيرا يجري في هذه المنطقة بين هذه القوات المهمة للغاية والقوات أيضا، وقوات فاغنر لن تتوقف عند هذا الحد أبدا، بل إنها وصلت إلى كل هذه المنطقة التي ترى، كل هذه أصبحت تحت سيطرتها تماما بهذا الشكل، وحتى موقفا للباصات قد سيطروا عليه وأصبحوا قريبين جدا من المبنى الحكومي. وهذا الشارع الذي ترونه هو ماريو بوليسكا، هو الذي اقتربوا منه طبعا، وكذلك أنهم قد تقدموا بهذا الشكل إلى بوهدانيفكا التي ترونها هنا بهذه الطريقة. طبعا بوهدانيفكا سيطروا عليها بالكامل، وأيضا التطور الخطير الذي يأتي بعد الوصول إلى ضاحية بوهدانيفكا، تقدموا أيضا وسيطروا على هذا الملعب الذي ترونه أمامكم وهو ملعب أفانغارد. قوات فاغنر فعلا تتقدم بشكل كبير وتخوض حرب شوارع ناجحة ضد القوات الأوكرانية، وهذا يعني ببساطة بأن المسافات أصبحت قريبة للغاية وخطيرة للغاية على هذا المبنى الذي ترونه، ألا وهو المبنى الحكومي. وفي أي لحظة من الممكن أن يسقط لسبب مهم، ليس فقط التقدم من الشمال أو التقدم من الجنوب في مدينة باخموت، بل إن هنالك تقدما آخرا خطيرا قد يكون هو الأخطر على الإطلاق وينهي هذه المعركة بسرعة، هو التقدم الذي يأتي بهذا الاتجاه من هذه الضاحية وهي ضاحية سيميولنت التي ترونها، وبأنهم قد بدأوا بعملية اشتباكات خطيرة للغاية في هذه المنطقة مع القوات الأوكرانية، وتشتعل المعارك بشكل كبير حتى 24 ساعة الماضية في هذه المنطقة، منطقة حساسة للغاية لأنها ستقطع تماما أي فرصة لعملية الدعم للقوات الأوكرانية التي تأتي مباشرة طبعا بهذا الاتجاه إلى باخموت، وقد تدفعها بسرعة إلى عملية الانسحاب لأن الطرق ستغلق تماما. هذه المنطقة كانت هنالك لقطات لعملية الاشتباكات الكبيرة التي تظهر بهذا الشكل، كما ترون مباني مدمرة تماما في هذا الحي، وبأن هنالك دبابة، وهذه الدبابة بحسب التقارير بأنها موجودة في سيميولنت فالضاحية التي تحدثنا عنها، وبأنها تقوم باشتباكات عنيفة في تلك المنطقة مع قوات فاغنر التي تتقدم من تلك الضاحية الحساسة للغاية في هذه المعركة. وإذا ما حاولنا أن نأخذ عددا من العلامات لهذه المنطقة لكي نتأكد، فأنت أمام مبنى كبير، طبعا نحن نقف على مبنى مرتفع الغاية كما نلاحظ، هذا مبنى كبير، هنالك مسافة نوعا ما مع المباني الأخرى الموجودة بهذا الاتجاه، مسافة أخرى أيضا بهذه المنطقة، وأيضا بأن هنالك شارعا واضحا مع الشارع الذي كان واضحا تحت من خلال التصوير والذي كانت تسير عليه الدبابة. طبعا اللقطة الأخرى المهمة التي ظهرت بأننا أمام مبنى آخر أيضا كبير فيه مسافة لا بأس بها مع المباني التي تأتي طبعا خلفه، هنالك سياج واضح، هنالك شارع أيضا، وهذا هو الشارع الآخر المهم الذي ظهرت بقربه طبعا الدبابة الأوكرانية. وأيضا مع ملاحظة بأن عندما جاء التصوير على هذه الدبابة بهذا الطريق وهذا المبنى الذي تحدثنا عنه، أن المبنى نوعا ما الذي يصور منه هذا الشخص الذي قد يكون أحد المقاتلين الأوكرانيين بأنه مبنى كبير، مبنى فيه مسافة نوعا ما، وبالتالي نحن سنبحث عن مبنيين، واحد من المباني فيها سياج مع الشارع مع هذه الدبابة، وبأنها نوعا ما منفردة وكبيرة الحجم، وبأنها في سيميولنت، وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى باخموت هنا في هذه المنطقة إلى هذه الضاحية المهمة التي ترونها، واحدة من النقاط الوحيدة التي هي متقاربة مع ما تحدثنا عنه هي هذه النقطة، ستلاحظ مبنيين كبيرة، شارع ومبنى كبير، لنقوم بعملية الالتفاف تقريبا على 180 درجة بهذا الشكل، سنجد بأننا فعلا
أمام نفس العلامات لهذا المبنى الذي ترونه نوعا ما مسافة مع المباني الخلفية. هذا هو الشارع والفرع طبعا، وهذا هو السياج الذي ترونه مع المبنى الكبير، والذي يوضح أيضا مع حقيقة أن هذا هو المبنى الكبير الذي كان على ما يبدو أن الشخص والجندي متوقف فيه ويصور في هذه المنطقة، وصور هذا الاتجاه يوضح أن الدبابة كانت تقف هنا وكانت تقوم بعملية الاشتباك مع القوات فاغنر، ويوضح بأن قوات فاغنر قد وصلت إلى هذه المنطقة تحديدا، أصبحت خطيرة للغاية وأصبحت على وشك أن تسيطر على هذه النقطة، والسيطرة على هذه النقطة هي لها دلالات كبيرة للغاية. دعونا نبتعد في القمر الصناعي قليلا لكي نفهم ما الذي يعني هذا بشكل عام. إذا ما توقفنا هنا بهذا الاتجاه فإننا سنلاحظ بأن قوات فاغنر بوجودها بهذه المنطقة بعد أن تمكننا من تحديد حقيقة الاشتباكات التي تحدث هنا، فإن هذا الطريق الذي ترونه فإنه قطع تماما، لم يعد هنالك طريق، وطبعا هذا الطريق قد تعرض إلى أضرار كبيرة. كذلك إن هذا الطريق الذي نراه الذي يمر طبعا في خورموف هنا بهذا الاتجاه، الطريق أساسا قد ضربت فيه الجسر الذي الخاص به الذي من الممكن وأن يسهل على القوات الأوكرانية العبور طبعا والانسحاب. وبالتالي لاحظ أن النقطة بدأت تضيق المسافة على القوات الأوكرانية إذا ما استمرت السيطرة للقوات فاغنر. وهذا يعني ببساطة بأن على الأوكرانيين أن يسرعوا في عملية الانسحاب بهذا الاتجاه إلى تشازفيار قبل وقوع الكارثة عليهم. وبالعكس أن القوات الروسية بشكل عام هي تعمل استراتيجيا على هذه العملية وعلى ما يجري في باخموت. الأمر كان ظاهرا أيضا من تفاصيل نشرت اليوم بأنهم ليسوا فقط لا يريدون فقط أن يسيطرون على مدينة باخموت ويضعون ضغطا على تشازفيار، وكذلك أن يكون الهدف الأساسي بالنسبة لهم هي السيطرة على هذه المناطق التي ستعني نهاية دانييتسك بالكامل. لا أبدا، بل أنهم بدأوا بضرب هذه المناطق الكبيرة التي ترونها مثل سلوفيانسك، كراماتورسك وكوستانتينيفكا، وبدأوا بقصف عنيف مثلا على سلوفيانسك اليوم في الرابع أو اليوم حقيقة في تقريبا الساعة الرابعة مساء كانت قد نشرت لقطات عملية الضربات التي جاءت في هذه المنطقة. ودعونا نتجه إلى الشاشة لكي نلقي نظرة على طبيعة هذه الضربات في مدينة سلوفيانسك. بدأوا يضربون البنى التحتية، بدأوا يحاولون التأثير على هذه المدينة طبعا. ودعونا نتجه إلى الشاشة وستلاحظ طبيعة الدمار من الضربات الروسية لهذه المناطق البعيدة من أجل السيطرة عليها، من أجل تركيعها، من أجل ضرب كذلك نقاط الإمداد التي تأتي من هذه المدن للقتال في دانييتسك، في باخموت، في أفدييفكا، في العديد من النقاط. دمار كبير وضربات كبيرة ليست بالعادية أبدا. وطبعا هذه تعتبر تفاصيل تصعيدية كبيرة.